أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا شكرا شكرا، مرحبا بكم في حصتكم. أولادنا تحت جناحنا في عدد جديد، أولادنا تحت جناحنا حصة موجهة للأولياء باش يربي ولادهم بالطريقة السليمة وباش تلفت الانتباه نتاعهم في بعض الأشياء اللي ممكن أنها تساهم في تربية النشأ بالطريقة السليمة. اليوم موضوع مهم مهم، ولادنا يروحوا يقراوا حقيقة، ولكن واش يسرى خارج الدراسة؟ كاين نشاطات شبه مدرسية، يعني سي دي زاكتيفيتي باراسكولار. ولدي يروح يدير سبور، يروح يدير المسرح، يروح يدير يتعلم اي رياضه، يتعلم يحب يدير حاجه، يدير لا دونس، يدير حاجه. حبينا نتكلموا على هاد لي زاكتيفيتي هادو، كيفاش يكونوا، واش هو الوقت نتاعهم اللي يكونوا، هل ترى يكونوا في المدرسه، يكونوا خارج المدرسه. مع اخصائيين اليوم راح نتكلموا معايا الاستاذه حريش امينه، اخصائيه اجتماعيه في شؤون الاسره والطفل. مرحبا بك. مرحبا بك استاذه، شرفتينا شرفتينا. شكرا. شرفتينا. شكرا يا الله يخليك. معي كذلك ضيفي الدائم أستاذ لابري نور الدين. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفنا. 39 سنة في سلك التربية والتعليم. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. تفضل تفضل تفضل. معنا كذلك تجربة حية شاب حارزي أنيس. مرحبا بك أنيس. مرحبا بك. تفضل. واش راك أنيس؟ مرحبا بك. تفضل تفضل، شرفتنا. في كل حصة نستضيفوا طفل ولا طفلة باش يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا عماد. تعال عماد، أروح وليدي، تعال. واش راك عماد؟ لاباس وليدي؟ الحمد لله. شحال في عمرك عماد؟ 10 سنوات. 10 سنوات، الله يبارك. واش مسنة تدرس عماد؟ 5 ابتدائي. 5، شاطر أنت في الدراسة. واش شحال جبت معدل؟ 8.10. 8.10، صفقة عليه صفقة عليه. جميل 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 جميل. قول لي عماد، انت في الواجبات المدرسيه تاعك حتى يقول لك روح تقرا ولا منظمهم ومنظم وقتك وكامل؟ منظم وقتي وكي لما يقول لك روح تقرا، على بالك وقتاش لازم تقرا، على بالك تحضر الامتحانات وكامل، يساعدوك الاهل تاعك يماك وباباك، يعني يساعدوك في الواجبات نتاعك وكامل كي تكون تقرا هكذا، يخلوك تقرا وحدك ولا يجيو يراقبوك هكذا يشوفوك واش راك دير وكامل؟ يجيو يراقبوك. يراقبوك ها؟ هيا برافو. دونك روح دير الواجبات المدرسيه تاعك. انتم كذلك يا اطفال، هذا هو الوقت اللي تحضروا فيه الواجبات المدرسيه نتاعكم باش تنجحوا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. ولدنا تحت جناحنا حصة تساهم ولو بقدر بسيط في تحسيس الأولياء لبعض الأشياء اللي تساعد تربية الطفل. الطفل حقيقة يروح للمدرسة، ولكن المدرسة ليست كل شيء، هي العائلة المدرسة. كاين بعض النشاطات اللي نسميها شبه المدرسية ولا ليزاكتيفيتي باراسكولار. هذه ليزاكتيفيتي باراسكولار أنا نسميهم هكذا لأنهم ممكن يكونوا في المدرسة، يعني هما مكملين للدراسة، ممكن يكونوا في المدرسة بعد أوقات الدراسة ولا يكونوا برا. حبينا نتكلموا عليهم اليوم، وش هو مكانتهم في تربية الطفل، وكيفاش لازم يكونوا هاد الأكتيفيتي. هل ترى لازم نرد بالي؟ هل ترى نمركي وليدي وين جات؟ يا هل ترى نشوف وليدي وش يحب ولا نشوف أنا وش نحب؟ بمرات كاين الأولياء اللي هو يحب مثلا الفوتبول، يحب كرة القدم، يقول وليدي لازم تلعب كرة القدم، وليدي حاب يروح للسباحة مثلا. ممكن نتكلموا على هذا الشيء. وعندنا كذلك تجربة حية اليوم معايا أستاذة حريش أمينة. ماذا بيا نتكلموا على الجانب الاجتماعي، يعني هو فاسون كل الناس يقول لك مثلا لو سبور ان فينومين سوسيال، دونك هاد النشاطات الشبه المدرسيه عندها علاقه وطيده مع المجتمع ومع الاجتماع. حبيتك لو كان تكلمي على الجانب الاجتماعي تاع هاد النشاطات شبه المدرسيه هذه.
شكرا يزيد، سعيدة بتواجدي في هذا الفضاء الذي يعني بالطفولة بكل ما يهمهم من ميولهم من رغباتهم، كذلك والرياضة باعتبارها من أهم الميولات اللي يميلوا ليها البنات والذكور، يعني الجنسين معا. نقولوا أنه عندما نتكلم عن الطفل نتكلم عن النشاط، نتكلم عن القدرة، نتكلم عن الحيوية. هذا الطفل يختلف طفل من طفل حسب ليبر اكتيفيتي، معناها حسب نسبة النشاط. كاين أطفال اللي عندهم فرط نشاط كبير، هذاك تسيبه يروح للرياضة، الآخر يروح للفن، يروح للمسرح، يروح للغرناطية عند أستاذ لابريف. أكيد قليعة ما شاء الله. يزيد كاين الخطأ الشائع أنه الأولياء ما يعرفوش أنه كاين فروق نفسية لهذه الأبناء بالضبط. يعني حتى الطفل الصغير في شخصيته عنده اعتقادات ورغبات وميولات وتختلف عن الآخر، تختلف على أخوه، تختلف على باباه. وإحنا لازم نستثمره ونركزه على الطفل اللي عنده، نبدأه باللي عنده فرط النشاط ليبر اكتيفيتي. هذا الطفل عندما يلاحظوا الأولياء أنه الابن تاعه منذ سنتين أو منذ أن يبدأ يحبو، هذا الطفل عنده قدرة زائدة، يجري يعيط يهدر. إحنا وش يديروا؟ إحنا للأسف الشديد كاين أولياء يربطوا أولادهم، انا يعني راني نسمع بليك انا نقولهم هذا ارهاب ضد الاطفال. يقول لك وليدي قبيح نربطو، اول حاجه راح تاثر على نفسيته، راح تاثر حتى على قدراته في الكلام، راح يحس بلي الناس تكرهه اكيد ما يحبوه، يقدر يولي غير متوازن وما يتواصلش بدل. ويقدر حتى قدرته على الكلام راح يقدر يصاب بالتأتأة. هذا نقولوا اللي يتعاملوا معه يعني كره المجتمع، كره كل شيء، ننشئ مجرم بدل. انا الطفل عندما نربطه ونعنفه منذ الطفوله وعلاه باسكو وليدي خفيف، يقول لك لا استاذه وليدي خفيف ويجري. هذا الطفل خفيف ويجري، خمم كيفاش نبداو قبل التمدرس، نصنفوها يعني هذه النشاطات قبل التمدرس وبعد التمدرس، والاستاذ الفاضل يحكي بالتفصيل على التمدرس. قلنا انه الطفل اللي قبل التمدرس نشوف ميوله، نشوف وش يحب، يحب الرسم، يحب الفن، يحب المسرح، يحب الرقص الكلاسيكي، يحب يعني الوالد ما عليه الا يوجه ويشوف الطفل تاعو وش يحب، وراح يحسوا باللي الطفل لما يدير هذا النشاط هذا راح يحس تغير. هذه هي احنا نشوفوا انه نقدر ننتبه انه الابن تاعي عنده صوت جميل بالضبط يعني بحه جميله، او الاستاذه ويعرف هو يعني قائد فريق ان جروب اندلسي شائع عندنا، تحيه لهم الغرناطيه. قلت انه نشوف باللي هذا الابن تاعي عنده مهارات على انه يقدر يكون فنان، يحب يرسم، يعرف يلعب كرة القدم بالضبط. أنا نستثمر في هذه، نخير الوقت، إذا كان صغير نخير الوقت اللي يتناسب مع سنه، مثلا لازم له وقت الراحة، لازم وقت النوم، وقت اللعب، كفاية النوم، وقت اللعب، وقت اللعب. ما نديروش فقط نخليه يلعب كرة القدم نهار كومبلي بالضبط. ونعرف باللي الطفل راح يدير إنرجي، معناها نسبة السكر راح يحرق كبيرة. بزاف بالضبط. ما نخليش حتى يدير ديزيبو غليسيمي عفوا ولا يتعب. اختار الوقت المناسب، الرياضة المناسبة، نروحوا للتمدرس. التمدرس تكلمنا على الأسرة اللي هي أول مؤسسة تنشئة اجتماعية بالضبط. احنا مؤسسة تنشئة اجتماعية نبدأ بالأسرة، أنا هدرنا الأسرة الطفل كراهو في أحضان الأسرة فقط. نروحوا للمدرسة هي ثاني مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية. المعلم لو المعلم يقوم بالدور التربوي مثل ما يقوم بالدور التعليمي، وتحية لكل أساتذة والمعلمين، لكن احنا دائما الأخصائيين نقول لهم ركزوا على الدور التربوي. انت معلم لازم تشوف هذاك لانفان بكري، كي كان الأستاذ لابري وكانوا الأساتذة كما ذكرنا يعرف حتى ميول هذاك الطفل بالضبط. يصبح والد ليه، تصبح أم، لازم انت تشوف هذاك الابن. إذا شفت باللي عنده مهارات تتصل بالوالد، التنسيق بين الأسرة والمدرسة، اتصل بالوالدين تاعو قل لهم الابن تاعكم راهو عنده مهارة معينة، مهارة في الرسم، نادي الرسم. كذلك وبالمقابل لازم المنظومة التربوية راهي فيها، احنا ما ننكروش هذا، في منظومتنا التربوية هنالك نشاطات تسمى بالصفوف او نشاطات وش يعيطوا لها استاذ ثقافية رياضية، نوادي ثقافية فيها. لكن يزيد هذه النشاطات تتطلب دائما تفعيل، وتتطلب تحيين، وتتطلب وقت أكثر وحجم ساعي أكثر، لأن هذا الابن قدراته الذهنية لازم تحتاج بالمقابل إلى تفريغ. إذا الطفل يقعد من 8 للربعة وهو فقط في حجم يعني في مواد كبيرة جدا وفي حجم ساعي كبير، يقعد قاعد غير يقرأ
قدراته الذهنيه، يقعد كما نقولوا حنايا يستغلها فقط في الدراسه بالمقابل. عنده قدرات فيزيولوجيه، عنده مهارات فيزيولوجيه، لهذا ابنائنا كيخرجوا من المدرسه يخرجوا كل اللي خرجوا من السجن بالضبط، يعني بالضبط. تشوف هذيك الخرجه تاعهم هو يتحل باب المدرسه. شكرا ابنائي، وهما يجروا ومن بعد نزيدوا نشوفوا انه هذا الابناء اللي عنده ام عامله راهو عنده حرمان عاطفي، ويعني ولادنا يسمحوا لنا كل ام عامله راهي تقصر، انا مقصرين في حق ولادنا، يزيد يروح للبيت هذيك الام ما تفهمش بلي الحرمان العاطفي وهذاك الضغط تاع الدراسه نهار كومبلي راح يخليه اجيتي في الدار يولي اغريسيف. هي واش تروح دير؟ تولي تضربه يا تعاقبه. معناها شوف هذا الابن الضحيه يروح من المدرسه محبوس نهار كومبلي، يزيد يروح للدار تقول له اسكت باباك راهو مع التلفزيون، جاي باباه تعبان من لا سيركولاسيون، يما تعيانه من الخدمه، يولي ضحيه. حنا نقولوا انه ضروري نهتم بهذه النشاطات لانها تنمي القدرات والمهارات لدى الطفل. يعني الطفل اللي يمارس رياضه او يمارس موسيقى رايح تنمى قدراته. حنا يقول لك لا لا نضيع وقت وليدي، ماكش تضيع وقت وليدك يا اخي. بالعكس بالعكس، يعني الطفل اللي يمارس نشاط راح نبان نشوف مع السلابري النتائج نتاعهم بعد راح ياكدنا هذا الشيء. تحصيلهم المدرسي عالي يا زيد، عالي عالي. وهذيك الفتره رايح يسترجع فيها، هي فتره استرجاع لانه يقرا يقرا ومن بعد يحبس يلعب يعاود يولي يقرا بطاقه جديده وبنفس جديد، وراح يكون متميز. وهذيك المكبوتات، لانه العديد من الاطفال عندهم مكبوتات، حنا يقول لك لا لا، وعلى الطفل الصغير وين عنده كبت؟ يقدر طفل صغير شاف مشاكل بين والديه، الاستاذ تاعو زقع عليه، عاش فتره صعبه، بهذيك النشاطات اللي يحبها واللي اللي تتناسب مع ميوله. نزيد نقول قدرة تكون علاج يعني لاي صدمه ولا لاي في الجانب النفسي حقيقه. اذا في الطب النفسي وفي العلاج النفسي نستعمل هذه الطريقه، اني نعطي للطفل، نعطي له يرسم، نعطي له يعبر حتى عما يشعر به عن طريق الرسم، نشوفوا ونستثمروا في ميولاته في قدراته. اذا نقول انها جد هامه للجانب جميل النفسي جميل. كذلك للتحصيل المدرسي، وان شاء الله يا ربي كل اولادنا يمارسوا الرياضه والموسيقى ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك. شكرا شكرا استاذه. اذا الاولياء حبيت برك نوضح شيء، دور الشباب موجوده في كل ولايه في كل القرى، في كاين مراكز ثقافيه، كاين ماذا بينا يتقربوا دور الشباب دور الثقافه وكامل كاين في معظم المدن. يا حبذا لو كان يكون اتصال كذلك مع المدارس كامل وين يجيبوا الاطفال. انا نظن بلي هذا النشاط هذا موجود، ولكن احنا رانا هنا باش نقول لهم يزيدوا يكثروا منه، لاني لما رحت انا لدور الشباب ودور الثقافه وكامل في زيارات وكامل نشوف بلي كاين مدارس يجوا يجيبوا الاطفال يديروا الرسم يديروا يديروا حتى الارتيزانه يديروا الارتيزانه يديروا الرياضه يديروا يعني جميل. ولكن جميل انه الاولياء يتقربوا من هذه النوادي الرياضيه، من هذا دور الشباب، دور الثقافه كذلك. نعم. لاكتشاف مواهب اولادهم وكذلك اطفالهم، راح يلاحظوا باللي راح يكون اكثر قابليه للتعلم. جستوما هنا نوصل عندك استاذ لابري نور الدين، من خلال تجربتك 39 سنه في سلك التربيه والتعليم، لابد انك لاحظت باللي كاين فرق بين الطفل اللي يمارس الرياضه خارج المدرسه واللي ما يمارس الرياضه، الطفل اللي يدير المسرح اللي ما يديرش المسرح، اللي يدير الموسيقى ولا يدير الرقص الكلاسيكي ولا يدير اي نشاط شبه مدرسي خاصه خارج المدرسه، لانه من بعد نرجعوا النشاطات اللي تمارس داخل المدرسه. هل لاحظتم باللي كاين فرق بين هالطفل؟ يعني كيفاش يكون الطفل اللي عنده نشاط شبه مدرسي والطفل اللي ما عندوش يعني يروح من الدار للمدرسه من المدرسه للدار، كيفاش يكون؟ تفضل استاذ. شكرا استاذ يزيد للاجابه على السؤاليه. في الحقيقه الدكتوره حيرس منى لقد اجابت عن هذا السؤال. احنا حبينا التاكيد. نعم نعم، انا ساجيب بطريقه اخرى، بطريقه بالضبط ربما ملموسه يعني بالضبط تجربتنا في الميدان كيفاش عشتها. بالضبط. نعم شوف، حبيت برك نقول انا دائما ندير مقدمه تاع ولو 10 ثواني بان التربيه يدخل فيها علم التربيه لا بيداغوجي، يدخل فيها علم النفس، ويدخل فيها حتى علم الاجتماع. بالضبط. هذه كلها علوم تصب نحو التربيه، هذا من جهه. من جهه اخرى
أثبتت كل الدراسات في العالم وعندنا في الجزائر بطبيعة الحال بأن التلميذ الذي يقوم بنشاطات خارج يعني ثقافية فنية رياضية منذ الصغر يعني منذ الابتدائي وحتى للثانوي يكون طفل أكثر قابلية للتعلم ولاكتساب المعارف وحتى في التربية نتاعه وأخلاقه وكذلك حتى من الناحية الاتزان النفسي مش عارف هذه العبارة إذا كانت موجودة يعني ليكيليبر بسيكولوجي يعني يكون متزن والنشاط نتاعه نعم قلت نعم والنشاط يعني بطبيعة الحال النشاط نعم نشاط وحتى من حتى من الناحية الصحية بالضبط الصحية الذهنية الفكرية والصحية الجسدية هذا ثابت وفي كل المنظومات التربوية في كل المنظومات التربوية يؤكد المهتمون بالتربية على هذا الجانب يعني يؤكدون عليه باستمرار باستمرار وبالتالي ففي منظومتنا التربوية على غرار المنظومات الأخرى هذا النشاط الثقافي مقنن يعني داخل في في التشريع المدرسي يعني داخل في يعني في ما يجب أن يقوم به المعلم والمدير والأسرة التربوية وفيه برنامج يعني فيه برنامج وفيه رقابة حتى رقابة إلا 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 أنه أن هذا النشاط يعني خارج المدرسي أو المكمل يسميوها المكمل للمدرسة العمل المدرسي نشاط تكميلي هو يعني. تكميلي وأنت تفضلت في البداية وكنت محق فيما قلت هناك نشاط يقوم به التلميذ داخل المدرسة بالضبط بالضبط ولكن هذا لا يكفي هذا لا يكفي لأن المدرسة لا تتوفر على كل إمكانيات وعلى كل وسائل هذه النقطة المهمة نعم والأهم نعم لأنه مش ممكن أنا نظن المدرسة الطفل بطبيعته مثلا أنا لاحظتها في الدول الغربية وكامل الطفل كي يقول يما هو باباه عندنا نشاط في المدرسة بعد أوقات الدراسة يعني مرتاحين مرتاحين يعني المدرسة نعم. يعني جميل لأن المدرسة مكان آمن آمن مكان نرتاحوا له أنكادري مؤطر موجه المشكل لاحظت بلي في المدرسة تاعنا ما كانش نشاط بعد أوقات الدراسة العالم كله خاصة الدول الغربية عندهم نشاط بعد عندهم فريق المدرسة عندهم نشاط موسيقي عندهم في المدرسة احنا في الـ في الـ في الـ في المتوسط والثانوي يعني عندهم يعني إمكانيات أكثر يعني فيه إمكانيات أكثر ويعني وفيه في حقيقة يعني فيه النوادي أنا شفت مجموعات صوتية يحضروا حفلات يحضروا جميل جميل جدا فيه حتى في الابتدائي كان اجتهاد كان اجتهاد مربيين نشهد له أنا يا رحت لعدة ابتدائيات وين تسيب المعلمة وقفة دي المجموعة الصوتية تحضر 16 أفريل تحضر أول نوفمبر تحضر أغاني وكذا والأطفال قاعد لابسين مليح قاعد هذه هما النشاطات شبه المدرسية اللي راح تنمي في الطفل حبه للدراسة كاين كذلك في البرامج التربوية وأنا أنصح زميلاتي المعلمات وزملائي المعلمين بهذا لم يطلبش إمكانيات كبيرة ولكن نشاط مهم جدا ألا وهو الخرجات أو الرحلات الثقافية الفنية الهادفة بالضبط هذا موضوع آخر راح نطرقوا له جتني في صميم الموضوع لأنه الرحلات المدرسية شيء مهم جدا الهادفة جدا التربوية جدا نعم. يعني تلمو هذا الموضوع هذا إن شاء الله سميتي على الكور يعني موضوع مهم جدا خصصنا له حلقة وحده نعم. راح نتكلموا عليها وتكون معنا إن شاء الله إن شاء الله ونتكلموا على الطفل هذا كيفاش بعد الرحلة المدرسية كيفاش يكون وبعد نتكلموا كذا على الجانب الاجتماعي كيفاش اختيار الرحلات وكذا المهم والأهم يعني جدي في الصميم يعني إن شاء الله شكرا كاين كذلك النشاط اللي هو خارج المدرسة خارج المدرسة مع النوادي مع نعم في جمعيات بالضبط. وحتى في نوادي وحتى في مراكز ثقافية ولا دور ثقافة نعم مراكز ثقافية وحتى في مدارس متخصصة بالضبط. وين يمارس يعني الكونسيرفاتوار ولا حاجة الكونسيرفاتوار بار اكزومبل الكونسيرفاتوار موجود في معظم الولايات وان شاء الله يعمم جميل ولكن المجتمع المدني كذلك لابد ان يلعب دور انا نتكلم لك بديت في البدايه وقلت على التجربه الخاصه تاعنا لتجربه تاع 40 سنه هذه
ماشي 39 سنه الله يبارك هذه 40 سنه سي يزيد ونحن في جمعيتين تسمى بدار الغرناطيه بمدينه صغيره دائما نقول صغيره من حيث التصغير من حيث الاسم ولكن معليش اللي هي القليعه مدينه القليعه يعني هذه جمعيه الغرناطيه تاسست في 1972 الله يبارك من طرف شباب مولوع لا معروف يعني الله بهذا الفن التقليدي الاصيل بهذا الفن التقليدي الاصيل التقليدي كلاسيك سي امبورت وهي تنشط تطوعا يعني بالتطوع حبا في الوطن وحبا في ابنائنا وحبا في هذا التراث في هذا الكنز التراثي اللي لازم نحافظوا عليه وننشروه ونعلموه لاولادنا باش نبينوا لهم باللي هذا الوطن الذي تعيشون فيه وطن له تاريخ له جذور له اصول له حضاره له ثقافه الى غير ذلك اذا بالمناسبه اسمح لي سي عطيتني هذه المناسبه لازم نحييهم والله انا نائب رئيس في هذه الجمعيه ولكن نحيي الرئيس سي الحاج بوعلام اللي هو ما يخافش لو يسمع فيا شويه تقدم في السن يعني فات 70 سنه وهو شكرا وهو من المؤسسين تاع الجمعيه في 1972 الله يبارك انا جيت من بعد شويه جيت في 76 75 اظن 75 دخلت وانا صغير يعني شاب صغير هكذا ودخلت مع الجمعيه ونترحم على الاوائل اللي اسوها منهم مع محي الدين بلوطي الهاشمي السعودي الشيخ سليمان عناني المثقف الكبير ربي يرحمهم كما كذلك احيي الفريق تاع المجلس اللي راهو يسير منهم جلال الى غير ذلك والاساتذه المتطوعين اساتذه في الموسيقى متطوعين من ابناء الغرناطيه دخلوا في 6 سنين في عمرهم والان راهم بابنائهم باولادهم وراهم مازالوا يعلموا في هذا في هذا الموسيقى جميل جميل جميل. المهم انا المره اللي فاتت كي تكلمتني على الغرناطيه نعم. حبيت حاجه قلتها لي المره اللي فاتت حبيت تزيد تاكد عليها اليوم نعم كيفاش كنتوا تراقبوا التلاميذ على النتائج المدرسيه تاعهم يعني هذا الشيء مهم هذا النشاطات شبه المدرسيه جميله ولكن لازمها يفو با كيل ديتورن يعني الطفل على شوف على لوبجيكتيف برينسيبال يعني الهدف الاساسي اللي هو التعلم سؤالك واجه احنا الهدف هو الهدف مروش غير يتعلم لي الموسيقى فحسب مش هذا الهدف الاساسي لازم الموسيقى تساعده باش يوصل الاهداف نتاعو اللي سنوا منه وينجح نعم ولكن كذلك نعلموه النواحي التربويه الناحيه التربويه جميل كيف يعيش مع المجموعه يدخل القاء السلام كيفاش يتكلم بالعقل نعم كيفاش يعني نعم جميل يعني اطفالنا كنا نتكلموا في السيفيزم تكلمنا على السيفيزم وين الطفل لازم يهضر بالعقل يسمع الاخر كيكمل عاد يبدا هو يهضر يعني ما يقاطعش الناس ما يعني الطفل تلقائي نعم قادر تهضر قادر يقاطعك قادر الاخر ولكن في الجمعيات هادو قادر يتعلم هذا الشيء كله شوف نعطيك مثالين بسيطين يعني شوف اطفال مره دينا اطفال صغار الله اعلم ما يفوتوش 12 سنه الى الاردن مع مدعوين من طرف ملكه الاردن رانيا بنت العبد الله في عمان وفي ملتقى في الاطفال العرب شوف هذا الطفل هذا اللي من القليعه وضواحيها يلتقي بملكه لبلد عربي شقيق وهي تخطب له ومن بعد ولا يغني لها وهي تسمع له شوف هذاك اللقاء هذاك الاحتكاك مع كل اطفال جميل البلدان جميل العربيه جميل جميل ثانيا جميل في كل سنه هذه صارت مرتين وراح تزيد صارت مره ثالثه بالرباط كان مهرجان كذلك الطفل العالمي فكل اطفال العالم يتلقاو تما في اكثر من 50 دوله يجيبوا الاطفال ما يفوتوش 14 سنه وندوهم الى الرباط ويروحوا يحتكوا يعني الطفل كيروح كاش يرجع هذا نعم هذا شوف يعني الفائده من 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 هذه النشاطات اكيد فائده كبرى خارج المدرسه اذا نرجع لسؤالك وبيت القصيد فكيف لا يكون هذا الطفل ايبانوي يعني متفتح عنده قابليه عنده نشاط نفسي فكري وجسدي يشوف العالم كله ورود يقبل على دروسه يشوف العالم كله ورود يعني نعم 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 يدي الطاقه الايجابيه موتيفي تلقاه عنده الاقبال على الدروس نتاعو وحنا في الجمعيه باش ناخذ هذا المثال حتى في المدرسه كنا نديروه يعني التلاميذ اللي ينشطوا ويشاركوا في هذه النوادي المدرسه كانت عندنا نوادي يعني ماشي نوادي مثل الغرب ولكن كانت فيه نوادي في المسرح كانت نوادي في الموسيقى في التمثيل في الرسم يعني في قد عندنا ماده الرسم في المتوسط الثانوي بالضبط نعم ولكن في الابتدائي نقص شويه نقص بكثره في المتوسط كاين استاذ الموسيقى وثانوي
استاذ الموسيقى متخصص, متخصص استاذ حقيقي بطل. وكان استاذ الرسم كذلك متخصص ومتكون بطل. نعم اذا هذا, وكان استاذ الرياضه البدنيه متكون البدنية يعني نتكلم عن الرياضه البدنيه مهمه متخصصين يعني هذه هذه عوامل مساعده لكن في الابتدائي ما عندناش متخصصين في الابتدائي انا راجع ان شاء الله ان شاء الله, نعم إن شاء الله. لازم راجع الكفاءه والمبادره نتاع المعلمين والاجتهاد هذا كبير. انا شفت ديروا نشاطات في بعض الابتدائيات والله غير نشاطات كبيره شفناهم مع, مع المدراء ومع كيفاش الاساتذه يوجدوا هذوك التلاميذ هذيك الحفل وهذيك كذا وهذيك كذا حتى يعني اولياء التلاميذ ولاو يساهموا لانه يفرح جميل. لما يشوفوا وليده لابس ذاك اللباس ويشوفوا في المنصه ويشوفوا يحضر وكذا جميل جميل. هذا التعاون محمود يعني لاباس به يعني الاطفال حتى طفل مثلا الاطفال اللي يجوا الحصه مع عمو يزيد يعني هذا ثاني نشاط شبه مدرسي نعم يعني يجوا نعم الحصه صحيح. شوفهم معظمهم ما ناموش ما يرقدش يعني متحمس لهذيك الحصه صحة. رايح نروح عند عمو يزيد للحصه ونلعب مع بوبي ونلعب مع كذا يعني الطفل ومن بعد غدوه من ذاك الاولياء قاعد يرسلونا يقولنا اولادنا تبدلوا تغيروا يعني عاش السحر يعني لا ماجي الطفل وي. الطفل سي لا ماجي يعني الطفل ما يعرف لا حروب ولا أزمات براءة. يعرف كل ما هو جميل بالضبط يعرف السحر يعرف يعني يشوف إنسان ما يعرفوش يحب يعنقه يحب يتبسم له يحب يعني هذا الشيء هذا اللي حبينا الأولياء يكونوا على دراية باللي هذه النشاطات هذه مهمة جدا في تربية الطفل دونك لازم يتقربوا بدور دور شباب دور ثقافة المراكز الثقافية الجمعيات الثقافية جميل جميل أنهم يتقربوا منهم باش ولادهم يديروا هذه النشاطات حتى أنت أنهي سي يزيد احنا في الغرناطية بعد كل فصل يعني بعد اختبارات الفصل تلاميذ واحد بواحد نسألوه عن النتيجة اللي تحصل عليها الصغار قد احنا عندنا من 5 سنين 6 سنين الى 50 سنة الله يبارك اذا نسألوه وكيجيو الأولياء نتاعهم كذلك نسألوهم عن النتيجة كيفاش هو يقرا كيفاش نعم المسار الدراسي نتاعو وشحال جبت كما تسأل الأطفال هذو لازم احنا نسألوهم واللي عنده تلقى واحد في 50 أو في 80 شوفوا حالنا كيفاش تساعدوه نساعدوه بالضبط هذا نساعدوه جميل ولما جميل. تأتي الامتحانات تاع الدخول إلى سنة أولى متوسط أو الأهلية أو البكالوريا نديروا إحصائيات ونلقاو ولله الحمد أكثر من 90% 95 حتى أحيانا 98% من تلاميذ المدرسة وربما في الجمعيات الأخرى نفس الشيء لست أدري أنت كل شيء اللي عارفه يتحصلوا على الشهادات وزيد نقول لك لو تروح للقسم العالي الكلاس سوبيريور هي الكبيرة يعني كذا تلقاهم 100% أقول 100% إطارات وأساتذة ودكاترة وإطارات في, 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 في الإدارة بالضبط أطباء وأطباء وشوف الأستاذ تاعهم مهندس وعندنا كلمتني كنا خارج البلاطو عن محامي واحد من المعلمين تاعهم الأستاذ رضا محامي يعني في المحاماة يعني تلقى عندنا في الطائرات عندنا طيارين في الطيارين يعني حمزة باللوطي راهو يسقم الطيارات يعني جميل ويزيد يعني وحتى البنات يعني حتى البنات عندنا بنات في المستوى هذا يدل على أن الأعمال النشاطات الخارجة عن البرنامج الرسمي كما تفضلت الأستاذة حتى لا أكرر إنها فعلا تساعد الطفل على التحصيل التعليمي والتربوي خاصة على الليبانويسمون شوف نقول لك حاجة ونحبس السياسي شوف أنت لما تقول إحنا ما عندناش ثقافة أو ناقصة ما نقولوش ما عندناش ناقصة ثقافة المسرح الإقبال على المسرح الإقبال كانت عندنا يعني هذا هو المشكلة أنه الجمهور الجزائري يحب المسرح يحب ولكن لأسباب غابت لأسباب غابت شوية أي بدأت ترجع بالعقل للسينماتيك الأمل موجود لا العمل كاين موجود كثير ولكن هذا العمل تاع لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني والمدرسة الجمعيات المتاحف بالضبط احنا ما عندناش ثقافة المتحف بالضبط المتحف مهم ودرك كاين لكن لما الطيف نعلمه هذه الرحلات المدرسية نتكلموا عليها للمتحف يشوف قيمة المتحف دور المتحف ويحب المتحف الفنون التشكيلية مثلا بالضبط تروح تخرج لبعض الدول تلقى
الفنون التشكيليه، هذه معرض تاع الفنون التشكيليه الناس تدير عليه لاشين باش تدخل وتخلص وتدفع دراهم باش تروح تشوف. احنا ما عندناش يشوف لوحه ما يعطيهاش قيمه، يعني غرس حب الجمال، حب الجمال الذي يحيط به من بشر، من طبيعه، من فنون، من الى غيره. هذا جميل، هذه نتكلموا عليها ان شاء الله بالتفاصيل في الرحلات المدرسيه المهمه جدا. شكرا شكرا استاذ لابري نور الدين. شكرا. انيس حرزي مرحبا بك. مرحبا بك. عرفنا بلي انت تقرا ودير رياضه وكامل، حبينا نتكلموا معك شويه ولو لفتره هكذا. شحال في عمرك انيس؟ 17 سنة. الله يبارك. واش مسنة تدرس انيس؟ سنة أولى ثانوي. ثانوي. الله يبارك الله يبارك. وأنا تمارس الرياضة خارج المدرسة يعني. كيفاش بديت دير الرياضة؟ بديت صغير، كيفاش بانت لك حتى دير الرياضة ومن بعد قلنا الرياضة اللي كدير فيها لأنها ماهيش رياضة عادية يعني. بون. واش هي الرياضة اللي كدير فيها درك انيس؟ تيرا أرك رماية. تيرا أرك يعني رمي الأسهم. إيه؟ نادر هذا عندنا. بالضبط يعني ماهيش يعني سي با كوما وكامل. جميل جميل. كيفاش بديت هذا الرياضه انيس؟ بون في الايام اللي فاتوا هذو في العوام اللي فاتوا كنت شغل مبوجي بزاف. كنت دوك الوالدين هما اللي ماركوك ولا؟ اوكي. علاش ماركوك في التيرا لارك؟ كنت مبوجي كنت طوايشي مبكش شغل. لو لا ولكن باش يكلموك سياسيين قال لك علاش تير لارك خاصة؟ على ماشي رياضة أخرى باسكو فيها لا ريسبيراسيون كامل هكذا لازم تكونسونتري باسكو يعتمد على التنفس والتركيز. بو اقترح لي بابا قال لي يا ودي إذا تدخل في هذا سبور. باباك مختص في الرياضة؟ لا 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 يحب الرياضة. يحب هذا الصوالح. مليح. دخلت. واش من سنة دخلت؟ اش عندك من عام هكذاك؟ عندي 3 سنين هكذا. 3 سنين بون دخلت هكذا. مع الأول عجبك الحال ولا شنو؟ ما عجبنيش. ما عجبكش كاع؟ أنت تبوجي وكامل يعطيوك فليشة تقعد واقف هكذا. عقوبة يعني كان عقوبة. ومن بعد؟ مع الوقت والفت. والفت من بعد؟ والفت. من بعد هذاك سبور لازم شغل تكونسونتري هكذا منا. يا وليت نحبه. والفت وليت نحب ندير سبور وليت ما نراطيش. بيان. من بعد بابا شاف بلي شغل شوردني جونتي هكذا شغل قلبيت يعني هادئ يعني نشوفوا بالضبط يعني باش نشوفوا بلي الرياضه اثرت عليك رجعتك تكلميت شويه وليت يعني بالك وليت تشوف الاشياء يعني ما وليتش شغل دوك كيما كنت ندير سبور شغل كان عندي الفيد ما نلقاش واش ندير ندير دوايش هكذا منا. من بعد كي دخلت هذا سبور وليت نورمال شغل وليت جونتي شغل نلقى وين نفرغ الفيد تاعي في هذاك السبور نروح نونتريني. مليح مليح مليح. وتلقى مع صحابك كامل ونخرجوا نديروا لي كومبيتيسيون هكذا منا شغل فيها. يزيد إلا سمحت تحية لوالديه. والديه ماذا بيا والدي. جميل 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 جميل. غير قدوة قدوة يعني تحية ليهم عرفوا يستثمروا في الطاقة الزائدة اللي في يعني واختاروا له الرياضة اللي تناسبه يعني فريمون يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة لأنه اختيار الرياضة صعب بالمرات الوالدين يدوك واش يحبوا هما. أنا نحب رابح ماجر اللي نحيوه يقول لك تلعب الرياضة. يحب نور الدين المرسلي يقول لك تروح دير الاتليتيزم يعني الشيء هذا للوالدين مهم جدا انكم تشوفوا ولادكم واش يحبوا والرياضه اللي تليق بهم يعني ما يمنعكمش هذا الشيء انكم تتصلوا بمختص مختص قال فوالا انا وليدي هاهم الطاقات نتاعو شحال طويل شحال سمين شحال كذا واش من رياضه تنصحني ومشي شرط انك مباشره تروح يتخصص في هذيك الرياضه يجرب 2 ولا 3 ودار الكاراتي ما عجبوش دار الفوتبول ما عجبوش سيف احنا سي يزيد في الموضوع هذا تفضل تفضل بسرعه اسمح لي وليدي احنا في الغرناطيه يجيبوا لنا دراري صغار احنا في كل دخول موسيقي دخول مدرسه موسيقي نمر على بعض المدارس الابتدائيه وندير حمله جميل نعرفوهم نعم ندير حمله جميل. ويجونا الاولاد الصغار يجيو كان يدخلوا يجونا حتى 80 90 واحد في وقت واحد بعد الغربل لا ولكن الغربل طبيعي 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 ماشي انتوما شوف يجيو من بعد شهر شهرين تلقى الطفل ما يحبش يجي ما يبقى في الوالد ما يبقى في الوالد مسكين يجي يقول لك لا ويجيبوا الطفل ماشي باغي
حنا نحكموا نقولوا له لا يا اخي لا لا خليه يحبش هذه الموسيقى ما راهوش مديون هذه الموسيقى الرغبه ما عندوش الرغبه في هذه الموسيقى نقول له مش معناه ان ابنك ناقص ممكن الرغبه نتاعو راه في شيء اخر بالضبط. في نشاط اخر قد يكون رياضي قد يكون حاجه اخرى يقول لك نقول له ما تسيبش عليه تخليه بكره هذه تصرنا احنا ولكن نسعفهم ما يبقاو الا 40 من 8 النص يعني تقريبا النص هو يسيبوا روحتهم في هذاك وحنا ما هي انفسنا احنا ما هي انفسنا يجونا 70 80 وكذا ونخلوهم ولكن بعد شهر شهرين ولكن اللي يبقى معناه يحب ينجح ويحب نعم الاذن تاعو قبلت هذاك الشيء واستعد واصل شكرا شكرا اذا انيس نهني والديك على لانهم اختاروا لك هذه الرياضه هذه وربي يوفقك ان شاء الله في الدراسه نتاعك ونتكلين عليك باك اولمبيك هذه سي تان سبور اولمبيك بيان سور بيان سور احنا نشوفوه ان شاء الله هيك الفيدراليه ان شاء الله نشوفوه يوم في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا يعطيكم الصحه شكرا شكرا اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتعرفوا تخيروا لولادكم واش من نشاط شبه مدرسي اللي يمارسوه رسم رقص موسيقى مسرح ولكن شوفوا هما واش يحبوا ومش معليش ممكن انه يجرب نشاط اذا ما عجبوش يروح لنشاط اخر وكمان تقربوا من دور الثقافه كذلك دور الشباب وكذلك المراكز الثقافيه والجمعيات اذا يعطيكم الصحه تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا سلام من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدا نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة في العب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة. Oh,